Dear secondary students, welcome to you and to revise this kind of questions. Translation, the art of translation, and this is the last question in the exam. أحبائي أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة، مرحبا بكم في مراجعة نهائية لأهم الجمل في الترجمة. The first question, translate into Arabic. ترجم إلى اللغة العربية. In the present financial climate, all people are struggling to survive. لازم أنا أقرأ الجملة وأفهم المعنى العام بها. طيب لو في كلمة أنا مش فاهم معناها، try to guess it، أحاول أن أخمنها through the context of the sentence، من خلال السياق العام للجملة. يعني عندي كلمة financial climate اللي هي المناخ المالي. كلمة struggling، struggling معنى يكافح. survive اللي هي البقاء. من الأخطاء الشائعة إن أنا أترجم كلمة كلمة اللي هي الترجمة الحرفية. لازم أكون معنى مفيد في دماغي الأول قبل ما أبدأ أترجم الجملة. يبقى الترجمة الصحيحة: في ظل المناخ الحالي يكافح جميع الناس للبقاء على قيد الحياة. The second question. One of the main advantages of this hotel is that it is comfortable and luxury. Luxurious اللي هي الفخامة. طيب كلمة advantages عارفينها كلنا اللي هي ايه؟ مميزات. طيب احاول ان انا اترجم اركب جملة مفيدة. The correct answer: الراحة والفخامة من المميزات الرئيسية لهذا الفندق. تاني نوع translate into English، أترجم من عربي إلى إنجليزي. يجب على الوالدين توجيه ورعاية أبنائهم ليواصلوا رحلة الحياة بأمان. لما أجي أترجم من عربي لإنجليزي هبدأ بالفاعل اللي هو الاسم اللي هو الإيه؟ الوالدين. The correct answer: parents should guide and look after their children so that they can continue their life journey safely. The second sentence: نظرة المياه قد تكون سببا في اندلاع الحروب بين الدول في المستقبل. يبقى هبدأ بكلمة المياه اللي هي water. طيب كلمة نظرة ما تقفش قدامك، كلمة نظرة يعني نقص، لا shortage أو scarcity. The correct answer: is water scarcity may cause the outbreak of wars between countries in the future. Thanks for listening till we meet again. Goodbye and good luck. Hoping you a bright future.